نساؤنا يخرجن مع السائقين صباح مساء، لا رقيب ولا حسيب، تخرج أمام أبيها بلا حجاب وعباءة مزركشة فاضحة للمفاتن، ثم يلام الشباب. أقول للفتاة أنت سبب من الأسباب، خلعت الأدب والحياء وخرجت كافية عارية، ماذا تريدين؟ أتريدين أن تجذبي أنظار الرجال؟ أما علمتي أنك لست لكل الرجال؟ أنت لرجل واحد هو زوجك، وإن لم تكوني زوجة فأنت في مرحلة الاستعداد للزواج. قال مستشرق لرجل مسلم: لماذا تلبس نساؤكم الحجاب؟ قال: لأن نساءنا لا يرغبن أن ينجبن من غير أزواجهن. فهمتي؟ اسمعي ماذا تقول الإحصائيات. نعم بارك الله فيك، اسمعي ماذا تقول الإحصائيات عن عدد الأطفال اللقطاء، يعني أولاد الزنا والسفاح، الذين عثر عليهم في المزابل وفي الصناديق أمام المساجد. في العام الماضي 1423 عدد الأطفال اللقطاء في المنطقة الشرقية فقط، وعلى مدى عام كامل 32 طفلا. أما في عامنا الحالي 1424 وعلى مدى 6 أشهر فقط على بداية العام، عدد الأطفال اللقطاء في المنطقة الشرقية بلغ 48 طفلا فقط في هذه المنطقة، ولم أتتبع الإحصائيات في كل مناطق المملكة. أليست هذه مآسي؟ أليست هذه مآسي وآهات؟ أسألك بالله العظيم، أما تردد هذا الحديث على مسامعك مرات ومرات؟ لكن هل فهمت معناه؟ وهل عملت على أن تنجي من الوعد والوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. اسمعي بارك الله فيك، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم، وفي رواية: إلعنوهن فإنهن ملعونات. أسمعتي؟ هل استشعرت عظيم الأمر والخطر؟ لا يدخلن الجنة ولا حتى يجدن ريحها، وعيد تهتز لهوله الأبدان. ثم في قوله: إلعنوهن فإنهن ملعونات، والله إنها لدعوة تخشاها العقول قبل القلوب. هذا عن الوعيد، فكيف أنت بمن توعدن به؟ كاسيات عاريات، أما رأيتيهن في الأسواق والمجمعات؟ لبسن عباءات على آخر الصرعات والموديلات، علقن العباءات على الأكتاف فبدت الصدور بارزة والجسوم مخصرة وغطاء وجه يشكو إلى الله استغناء صاحبته عنه. ما درت أن الحجاب والعباءة ليس للزينة، إنما لستر الزينة وإخفائها. أسألك بالله، أهذه العباءات الفاضحة تليق بحفيدات عائشة وفاطمة؟ إذا خطبت قالت: أنا بالنفس واثقة، حريتي دون الهوى سد. قلت أنا: ضدان يا أختاهما اجتمعا، دين الهوى والفسق والصد، والله ما أدرى بأمتنا إلا ازدواج ما له حد.